السلام عليكم. اليوم إن شاء الله رح نكمل شرح بشابتر 17، رح نحكي عن titration with inorganic complex agents. هلأ من أحد أهم استخدامات الcomplex formation أو الcomplexation reaction في الأناليتيكال كيمستري إن بنستخدمه بالcomplex metric titration، بنستخدمه عشان نعمل titration. بهذا titrations بكون عندي مثل هذا الميتال راح يتفاعل مع الكومبلكس مع الليجاند عشان يكون عندي كومبلكس. تمام. بعدين انه لما يصير عندي هذا التفاعل احنا اكيد عشان عندنا تيتريشن لازم نحسب الايكوفالنس والاند بوينت. نقدر نحسب الاند بوينت باستخدام انديكيتورز او باستخدام انسترومنتال ميثود. انا راح اعمل تيتريشن لميتال مع ليجاند، وبناء على هذا التيتريشن بتكون عندي كومبلكس، وبقدر احسب الاند بوينت لهذا التيتريشن باستخدام الانديكيتورز او الانسترومنتال ميثود. هلا هون هي لها استخدامات كتير في التيتريشنز، من احد يعني عندنا كتير استخدامات لها. طبعا احنا الميتال بنستخدمه كانالايت، هي المادة اللي أنا بدي أحللها، والليجاند بيكون هو التايترانت. يعني أنا لما أجي بدي أعمل تايتريشن بيكون أنا هاي عندي البيوريت، البيوريت بيكون موجود فيها التايترانت اللي هو عبارة عن الليجاند، بالفلاسك بيكون موجود عندي الأنالايت المادة اللي أنا بدي أحللها، وهي حتكون عبارة عن الميتال تبعي. لما أضيف من الليجاند على الميتال بصير في رياكشن وبكون عندي الكومبلكس. في كتير أمثلة عنا لل الانورجانيك كومبلكس، مثلا فورميشن تيتريشن في انورجانيك في اورجانيك، بس مثلا عندي أمثلة على التايترانت والانالايت. مثلا عندي التايترانت يكون HgNO3/2، نستخدمه عشان نحلل Br- Cl- Cn- AgNO3 مع Cn- NiSO4 مع Cn-. طبعا بينتج عندي كومبلكس، بستخدم انديكيتر محدد عشان أوصل للإند بوينت. تمام. هاي من احد الامثله على كيف يكون عندي التايترانت وكيف بيكون عندي الانالايت. هلا كمان من يعني هل الاشياء لازم نعرفها ما دام نحكي عن تايتريشن، لازم نحكي عن الكومبلكس متريك تايتريشن كيرف. طبعا أنا الكيرف عندي بيكون على الواي أكسس عبارة عن بي أم اللي هي بدها تكون ماينس لوج تركيز الميتال، وهون بيكون عندي الفوليوم للتايترنت. وبنرسم كيرف، طبعا بيكون عندي الكيرف بشكل عام هيك شكله، بيكون في أشكال مختلفة للكيرف. يكون نستخدمه مثلا انا عندي هون كيرفز، هذا هو التايتريشن كيرف، في عندي 3 كيرف هون. لاحظوا انه هون مكتوب جنب كل كيرف هو نسبة، مثلا كيرف A 1:1، 2:1، 4:1. واحد الواحد اللي ثابتة هي هون عندي بتمثل لي او بتعبر عن الميتال، نسبة الميتال. الواحد والاثنين والأربعة هون بتمثل الليجاند، فمثلا لما يكون 1:1 عندي يكون نسبة الميتال للليجاند 1:1، هون نسبة الميتال للليجاند 1:2، هون نسبة الميتال للليجاند 1:4. طبعا لما يكون هون الكيرف اللي تكون نسبته 1:1، بيكون أنا هون عندي يا هيكسا دينتات يا تترا دينتات، لأن حكينا هدول بيكون نسبتهم بين الميتال والليجاند 1:1. تمام. هلأ لاحظوا كل ما
يعني هون قلت عندي الرقم 1 2 و4، كل ما زاد الشاربنس يعني كل ما كان أكثر. لاحظوا هاي كيرف ال 1 لـ1 مور شاربر من كيرف بي ومن كيرف سي. لاحظوا يعني انه بالاند بوينت بتكون واضحة جدا بالنسبة لواحد واحد، أكثر من 1 لـ2، أكثر من 1 لـ4. تمام. هلا زي ما حكينا يعني افضل اشي انه نستخدم الليجاند يكون تترا او هيكسادنتات، لانه الريشيو بيكون 1 لـ1، فبالتالي بيكون عندي شارب ايكوفالنس او شارب اند بوينت. هذا هو التيتريشن كير تقريبا. هون احنا رسمنا بشكل مبدئي، اهم اشي انه حكينا لما يكون عندي 1 لـ1 يا بيكون عندي تترا دنتات او هيكسا دنتيت. وحكينا لما يكون عندنا 1 لـ1 هذا الرقم ببين الريشيو للميتال للريشيو للليجند، نسبة الميتال للليجند. فهون أنا عندي نسبة الميتال للليجند 1 لـ1. تمام. وهذا هو أفضل كيرف اللي بيوضح لي كم قيمة الإند بوينت بالنسبة لهذا التيتريشن. هلا في عندي احد الامثله هذا التيتريشنز ان يكون عندي الامينو كربوكسيليك اسيد تيتريشن. طبعا الامينو كربوكسيليك اسيد تيتريشن معناها يكون عندي امينو ما عندي يكون كربوكسيليك اسيد جروب. يعني هون انا رح يكون في عندي تيرشري امين وبيحتوي يعني وفي كمان بيحتوي زائد كربوكسيليك اسيد. تمام. من احد اشهر الامثله على الكربوكسيليك امينو كربوكسيليك اسيد تيتريشن ان نستخدم ليجاند بنسميه الايديتا. هي عباره عن ليجاند. الايديتا هي اختصار لايش؟ لايثيل الايثيلين داي امين تترا أسيتك أسيت. هذا هو اختصار اسم الإيديتا. إيثيلين إي داي أمين دي تترا أسيتك أسيت. تترا للتي تترا التي للتترا والأسيتك أسيت في الهائي. هلأ لو بدنا نيجي نرسم استراكشر بننفصل. عندي إيثيلين، الإيثيلين اللي هي عبارة عن CH2 جروب. تمام. وعندي داي أمين يعني عندي مجموعتين أمين، فأكيد واحدة رح تكون رابطة هون وواحدة رح تكون رابطة هون. تمام. صف الأمين عامل رابطة واحدة فبدها كمان 2 بونتس، لأنه نيتروجين بتعمل 3 بونت. وهون نفس الشيء عندي تترا أسيتك أسد 4 مجموعات أسيتك أسد، فأكيد هاي الأمين رح يكون عندها مجموعة هاي دبل بونت أو أسيتك أسد، وهاي الأمين اللي هون كمان هون عامل بوند مع السي وعليها مجموعة أسيتك أسد. نفس الشيء هاي الأمين بتكون عاملة رابطة مع CH2 سي دبل بوند أو أو أتش. هاد هو الأسيتك أسد CH2 سي دبل بوند أو أو أتش. هذا هو الستركتشر للإيديتا. رح أفرجيكم إياه كيف بيكون مرسوم هون أحسن. هاي الإيثيلين جروب اللي هي CH2 CH2، ولأنه عندي نيتروجين فعندي أمين جروب 2 داي أمين جروب، وعندي تترا أسيتك أسد 4 مجموعات من الأسيتك أسد اللي هو عبارة عن CH2 CO O O O H. تمام. هذا هو الايديتال لاشهر ليجند احنا بنستخدمه بالكمبليمستريك تيتريشن. هلا هو نعتبره احنا بوليبروتيك اسيد لانه بيحتوي يعني في عندي اكثر من هيدروجين، تعتبر اسيدك هيدروجين. هاي
هلا هاي الاسيدك هيدروجين هي مصدرها من الكربوكسيليك اسيد. الهيدروجين اللي بتكون موجودة هون، خلينا نحطها بلون تاني. هاي الهيدروجينات اللي هون، هاي وهاي وهاي وهاي، هي عبارة عن اسيدك هيدروجين، فعشان هيك احنا بنسميه تترا اسيدك، او يعني بنعتبره بولي بروتيك اسيد او تترا بروتيك اسيد، تمام؟ لانه في عندي 4 اسيدك هيدروجينز موجودة عندي هون، وعندي عند النيتروجين في عندي لون بير كمان، هون بيكون موجود وهون بيكون موجود لون بير. الالكترون لونز بير بيكون موجودين على النيتروجين، تمام؟ هلا الايديتا احنا بنعتبرها هيكسا بنتات. ليش؟ هي عبارة، خلينا نكتبها، انها هي عبارة عن هيكسا دنتيت ليجاند، يعني بتعمل 6 روابط، تمام؟ بترتبط بست اماكن. هاي الاماكن هي عبارة عن الاول اللي عند الكاربوكسيليك اسيد، هي هذا المكان 1، هاي هون 2، 3، هو اللي هم الاسيدك هيدروجين، 4، وأيضا اللون بير اللي عند النيتروجين، هاي 5 وهاي 6، هاي الأماكن اللي بتربط منهم الإيديتا، فعشان هيك إحنا بنعتبره 6 أماكن، فبنعتبره هيكسا دنتيت. هي عندي الميتال، لاحظوا لما ربطت الميتال هي عملت رابطة مع النيتروجين، ورابطة مع النيتروجين، ورابطة مع الأو ماينس اللي هي بتكون عبارة عن الأو اتش، وهون أو ماينس اللي هي الأو اتش، هون الأو اتش المجموعة الثالثة، وهون الأو اتش المجموعة الرابعة، فهي عملت 1 2 3 4 5 6، ربطت من 6 أماكن، عملت 6 كوفيلانت بوند، فبنعتبرها هيكسا دنتيت ليجاند، تمام؟ هلأ هاي الإيديتا رح نستخدمها أو نتعرف عليها بشكل عام. هلأ لاحظوا أنا هون هذا بدي أشرح لكم إياه على الكيرب، هون هذا الكيرب ببين لي الكومبوزيشن أوف إديتا سوليوشن أز فانكشن أوف بي اتش. لاحظوا هون أنا عندي البي اتش، وعندي هون إشي بنسميه ألفا، إذا ملاحظين اللي هو بيوضح لي إيش الكومبوزيشن للإديتا عند بي اتش معينة. هلأ هاي قيمة ألفا جدا مهمة، رح نتذكرها. ألفا هاي بتبين لي إيش هو الكومبوزيشن للإديتا عند بي اتش محددة، جدا مهمة. لاحظوا الإديتا بشكل عام هي حكينا عن تترا بيسك أسيد، يعني عندها 4 هيدروجين، بهاي هيدروجين هي بتكون أسيدك هيدروجين. هلأ لاحظوا ال H4Y هاي بتكون الصيغة العامة للإديتا، إلها قيمة K 1.2 في 10^-2. هلأ لما تخسر 1 هيدروجين رح تصير شحنتها سالبة، بتصير K 2.14 في 10^-3. لما تخسر 2 هيدروجين بتصير شحنتها سالب 2، بتصير قيمة الكي 6.92 في 10^-7. لما نخسر الهيدروجين بالمرة، يعني كمان هيدروجينة، بتصير شحنتها سالب 3، وبتصير 5.5 في 10^-11. لاحظوا كل ما بنفقد بروتون كل ما عم بتقل قيمة الكي، تمام؟ كل ما عم نفقد بروتون كل ما أنا عم بتقل قيمة الكيل الموجودة عندي، فبالتالي هذا هو اللي عندي إيش بصير بالإديتا. هلأ لاحظوا هذا يعني تركيز ال H4- بينتج لما نفقد هدول كلهم، فبالتالي تركيز ال H هون نكتبها Y 4-4 رح يكون عبارة عن تركيز ال H4Y زائد تركيز ال H3Y-، ما أنا كل مرة عم بفقد هيدروجينة، زائد تركيز ال H2Y-2
زائد تركيز ال h y minus 3. أنا فقدتهم كلهم عشان أوصل لهاي، فبالتالي تركيزها بيساوي مجموع تركيزهم كلهم. تمام، هاي بالنسبة لل التيتريشن كيرف للإديتا، الكومبوزيشن للإديتا عند بي اتش محددة. هلأ كيف إحنا بنحضر الريجنت أو الإديتا عشان نعمل تيتريشن؟ أول إشي هلأ ال h for y، هلأ هي يعني الإديتا أو بشكل عام، أو اللي هي لما نعطيها جنرال فورميلا اللي هي ال h for y، لأنه أنا عندي for acidic، هاي أهم نقطة، هي بتكون عبارة عن ال primary standard. تتذكر لما شرحنا ال primary standard حكينا هي مادة بتكون فيها شروط محددة عشان أقدر أستخدمها لبرايمري ستاندرد. لهاي المادة بنشفها على درجة حرارة عالية 130-145، ونقدر نستخدمها في تحضير الستاندرد سوليوشن. هلأ هي بتكون على شكل داي هايدريت، يعني فيها جزيئين ماء، فممكن تكون N2H2Y .2H2O، بتحتوي على جزيئين ماء، فممكن نستخدم هاي المادة عشان نحضر ستاندرد سوليوشن. بنحضر ستاندرد سوليوشن إنه ناخد وزن محدد منها اعتمادا على تركيز المحلول اللي أنا بدي أحضره. باخد وزن محددة وبحضرها بالفوليومتريك فلاسك وبخففها بالمي عبين ما أوصل للتركيز اللي أنا بدي إياه. فهاي بهاي الطريقة بتم تحضير السوليوشن للإيديتا. هلا اهم اشي عندي الكومبلكس اوف ايديتا اند ميتال ايون، كيف بصير، كيف بتصير عملية الكومبلكسيشن بين الايديتا والميتال. تمام، كومبلكسز اوف ايديتا اند ميتال. طبعا احنا الميتال ايون حكينا هو بيكون عبارة عن كاتيون زي Ag بلس. لما نيجي نفعله مع الواي فور ماينس، طبعا حكينا هاي اللي بتتفاعل، وهاي حكينا هي بتكون مجموعة من التركيز اللي بتفقدهم الاربعة هيدروجين عشان نوصل للواي فور ماينس. لما نيجي نتفاعل رح يتفاعل Ag مع الواي. هلأ كيف بدنا نحسب شحنة البرودكت؟ شحنة البرودكت هو عبارة عن مجموع شحنات الرياكتنت. الاي جي مجموع شحنتها موجب واحد زائد سالب أربعة، فبالتالي سالب ثلاث شحنة البرودكت، هتكون عندي سالب ثلاث. لو نفرض فعلنا اي ال موجب ثلاث زائد واي سالب أربعة رح يعطيني ALY. شحنة البرودكت تبعي كيف بدي أعرفها؟ موجب ثلاث زائد سالب أربعة تعطيني سالب واحد، فشحنة البرودكت هون أنا عندي سالب واحد. فإذا بدنا نعطي جنرال فورميلا، نحكي أنا بدي يتفاعل عندي الميتال، وحكينا الميتال بتفاعل على شحنة موجبة، موجب N زائد الواي سالب أربعة. بعد ما تفقد الأربعة هيدروجين عندها راح يتكون عندي الكومبلكس اللي هو الام واي، شحنته حتكون عبارة عن الان ناقص أربعة لأنه هي سالب أربعة، وبطلع عندي الشحنة قد تكون موجبة قد تكون سالبة حسب إيش. طبعا هذا قص صغير لأنه أنا بدي أطلع الشحنة موجبة أو سالبة حسب قيمة الان اللي موجودة عندي. هلأ بناء على هذا التفاعل بيصير بين الميتال والأيون، أنا بقدر أحسب إشي كونستانت، هذا الكونستانت نسميه الفورميشن كونستانت للإديتا كومبلكس. عند كل ميتال محدد في عندي هنا طبعاً M اللي هي بتساوي الميتال، والواي اللي هي الكومبلكس هو الفورميشن formation constant for edita complex. تمام، ايش بيساوي؟ راح يساوي تركيز البرودكت اللي هو الام واي بشحنة ان ناقص اربعة موجب
على تركيز الرياكتانت اللي هو الام موجب ان بالواي شحن هون واي شحنتها سالب 4. هذا هو الكي الفورميشن كونستانت عندي اللي هو الكي او كونستانت لتكوين الكومبلكس اللي بده يتفاعل مع الايديتا. طبعا في هون انا عندي جدول بوضح لي هذا الجدول انه كل كاتيون او مثل شو قيمة الفورميشن كونستانت له الكومبلكس مع ايديتا وحاسب اللوج للكي. فلاحظوا مثلا الاي جي بلس قيمته 2.1 بعشرة قوة 7، الاف اي بلس 2 2.1 بعشرة قوة 14. فهو هون عندي معطيني different formation constant for different cations، كل كاتيون شو قيمة الفورميشن كونستانت له اللي طبعا لما يعمل كومبلكس مع ايديتا. فهون هي قيمة الفورميشن كونستانت. هلا في ايش في رح نعمل مجموعه من الكالكوليشنز منها الاكليبريا كالكوليشنز بالنسبه للايديتا. تمام. هلا احنا بنحسب اشي بنسميه الفا فور. الفا فور هي عبارة عن الكونسنتريشن للواي ماينس فور على سي تي. تمام. هلا الفا فور اذا بتتذكروا لما رجعنا للرسمة، خليني ارجع لكم اياها افرجيكم اياها، لما حكينا عن الكومبوزيشن اوف ايديتا سوليوشن از فانكشن اوف بي اتش، حكينا بيكون مرسوم الفا بالنسبه للبي اتش، والفا لها قيمه تختلف باختلاف البي اتش. فبالتالي انا هون لما اجي بدي احسب الالفا بحسبها عند بي اتش محدده، راح تساوي تركيز الواي ار ماينس على تركيز السي تي. هلا السي تي هي عباره عن ايش؟ هي عبارة عن الـ uncomplex editor. إذا بتتذكروا حكينا إنه الـ editor بداية بتكون h4y، بعدين بتصير h3y سالب 1 سالب، سوري هاي شحنة سالبة، بعدين بتصير h2y سالب 2، بعدين ده تصير hy سالب 3، بعدين صارت عندي y سالب 4. صح؟ هدول كلهم حكينا احنا بنجمعهم عشان نوصل للy سالب 4. هدول هم بيمثلوا لي ct. ct هي مجموع هدول كلهم عشان اوصل للy 4 minus، عشان اخسر بروتون بروتون عبين ما اوصل الايديتال الليجاند الايديتال اللي هو الواي فور ماينس اللي بده يتفاعل عندي مع الميتال، فلازم اخسرهم كلهم. فالسي تي حتكون عبارة عن تركيز الواي فور ماينس زائد الاتش واي ماينس الثري زائد الاتش تو واي سالب تنين زائد ال H 3 Y سالب 1 زائد ال H 4 Y قبل ما تتفكك. تمام. هذا هو السي تي عبارة عن مجموعهم كلهم اللي تكونوا عندي. هلا لما نيجي بدنا نحسب الفورميشن كونستانت للإديتا، كان انا بتفاعل عندي ال M N سوري الام شحنته موجب ان زائد الواي سالب 4، فبيعطيني الكومبلكس تبعي اللي هو عبارة عن الام واي ان ناقص 4 موجب. تمام. هلا والكي فورميشن للكومبلكس اللي بيتكون حكينا هي عبارة عن تركيز البرودكت على تركيز
الرياكتنت صح؟ هلا في هاي الحالة عندي هون أنا بقدر أعوض مكان قيمة الواي فور، بقدر أعوض مكان قيمتها اللي هو السي تي بألفا فور. أنا هون عندي ألفا فور بتساوي تركيز الواي شحنة 4 على السي تي، تمام؟ بدي تركيز الواي شحنة 4 لحال سالب 4 رح يكون ألفا فور في ضرب السي تي، فبقدر هون أعوض مكانها الام واي ان ناقص 4 موجب تركيز اللي هي البرودكت على تركيز الميتال كاتيون في مكان سالب 4، بدي أحط ألفا فور بالسي تي. هون بتساوي عندي الفورميشن كونستانت للكومبلكس اللي بتكون عندي من الإديتا. هلأ بضرب الطرفين بألفا فور ضرب ألفا فور، هاي مع هاي بتروح، فبصفي عندي هون في ألفا فور في الفورميشن كونستانت للكومبلكس بيساوي تركيز البرودكت على تركيز الميتال ضرب السي تي، تمام؟ هذا اللي بينتج عندي هون بسميه الكي برايم او للكومبلكس، تمام؟ وهو بيساوي هاي القيمة او هذا القانون عندي. هذا بصير اذا كان عندي بي اتش محددة بقدر عندها اني اقيس قيمة الألفا فور، لأنه الألفا فور حكينا هي بتكون عند بي اتش محددة، فهذا القانون أنا بقدر أستخدمه عند بي اتش محددة. في عندي تيبل هون، هذا التيبل بحكي لي عند بي اتش كم قيمة الألفا فور للإديتا سوليوشن، فكل بي اتش بكون إلها قيمة ألفا فور محددة للإديتا سوليوشن الموجود عندي عشان أقدر أحسب الفورميشن كونستانت للكومبلكس فاللي لازم أستخدمه. هلا خلينا نحل مجموعة من الأمثلة البسيطة على هذا القانون أو هذا الحكي اللي حكيناه. هلا في مثال بحكي لي انه كالكوليت لمولر واي فور فور ماينس فور كونسنتريشن، طالب مني اني احسب كالكوليت ذا مولر واي ماينس فور كونسنتريشن كم تركيزها موجودة في 0.2000 مولاريتي اوف اديتا. solution that has been buffered to a pH قيمتها تساوي 10. هلأ هو طالب مني تركيز الـ Y4 minus. هلأ تركيز الـ Y4 minus بيجيبه من قانون الألفا 4 يساوي تركيز الـ Y minus 4 على الـ CT. CT هو هون عندي نفسه concentration للإديتا، لأنه الإديتا solution هو بيحتوي على الـ minus 4 وبيحتوي على كل الـ CT اللي حكيناهم، تمام؟ والألفا 4 أنا بقدر أجيبها من وين؟ بقدر أطول قيمتها من هذا الجدول، بروح عند الـ pH بتساوي 10، بحكي ألفا 4 كم بتساوي؟ أيوة عند الـ pH بتساوي 10 قيمة الألفا 4.35. طبعاً لازم يكون معطي قيمتها بالسؤال أو معطيك الجدول عشان تطول قيمة الـ pH، ألفا عند pH محددة، فأنا صار في معي ألفا ومعي السي تي، فبصفي تركيز الواي سالب 4 بيساوي ألفا 4 ضرب السي تي وبيساوي 0.35 ضرب كم معطيني 0.2000 الإديتا، ورح يساوي عندي
7 في 10 قوة سالب 3 مولاريتي. هذا هو تركيز الواي 4 ماينس. هلأ الإيديتا هي عبارة عن مجموعة تركيز كلها، فهي السي تي، فالسي تي هو تكون كونسنتريشن الإيديتا اللي بده يعطيني إياه بالسؤال. هلأ كمان من أحد التطبيقات إني أحسب الكاتيون كونسنتريشن في الإيديتا سوليوشن. كاتيون يعني عندي هون الميتال، الكونسنتريشن الموجود بالإيديتا سوليوشن. هلا طبعا احنا بدنا نعتمد على المعادلة والستيوكيمستري عشان نحسبها. هلا بدنا انه بدنا نستخدم الفورميشن كونستانت اوف ذا كومبلكس عشان اقدر احسب الكونسنتريشن اللي عندي. يعني لازم نستخدم الريشيو بين الميتال والايديتا، ولازم استخدم الفورميشن كونستانت عشان اقدر احسب شو تركيز الكاتيون او الكونسنتريشن اوف كاتيون موجود بالايديتا سوليوشن. مثلا انا هون عندي ميتال بحكي لي انه احسب اكليبريوم كونسنتريشن لل Ni بلس 2، هذا هو الكاتيون الموجود عندي in a solution with analytical يعني هو بيحتوي على الكومبلكس اللي هو عبارة عن حيكون الميتال مع الإيديتا، حيكون الـ Ni مع الواي، وحيكون من سالب 2 شحنته. هسه بشرح لكم للسالب 2، والكونسنتريشن تبعه من analytical of solution الكونسنتريشن إله 0.0150. طالب مني احسب على البي اتش بتساوي 3 وبي اتش بتساوي 8، يعني بدي اعمل الحساب مرتين، مرة على البي اتش بتساوي 3 ومرة على البي اتش بتساوي 8. بداية انا عندي ايش رح يصير، ال ان اي بلس 2 رح يتفاعل مع الواي سالب 4 ويعطيني ال ان اي واي سالب 2، تمام؟ طبعا انا بقدر اطلع الكونستانت فورميشن او الفورميشن كونستانت اللي هو عبارة حيكون عن الكي للان اي واي سالب 2 اللي هي الام واي، واللي بده يساوي تركيز الان اي واي سالب 2 على تركيز الان اي موجب 2 بتركيز الواي سالب 4، صح؟ هذا هو اللي عندي القانون. هلا قيمة هذا القانون بقدر أطوله، بطوله من الجدول، تتذكروا اللي هلا شرحناه، حكينا فيه عندنا جدول. هذا الجدول أعطيني شو قيمة الفورميشن كونستانت للإيديتا كومبلكس مع كاتيون مختلفة. لاحظوا إنه الـ Ni موجب 2 قيمتها بتساوي 4.2 في 10 قوة 18، فأنا بقدر إني بهاي الطريقة أطلع شو قيمة الفورميشن كونستانت للكاتيون اللي موجود عندي. طبعا كل كاتيون الفورميشن كونستانت محددة، فهون أنا طلعت شو قيمة الـ KNIY سالب 2 مباشرة من غير ما أحسب على القانون والتركيز، بطولها من جدول. هون طلناها from table اللي هو 17.4، تمام؟ بعدين بحكي لي انه هذا الـ Ni سالب 2 تقريبا حيكون تركيزها بيساوي الـ 0.0150 اللي هو معطيني اياه بالسؤال،
ناقص تركيز ال NI موجب تنين، بس تركيز ال NI موجب تنين أقل بكتير من هلأ، يعني at equilibrium، خلينا نكتبها بشكل عام at equilibrium، تركيز ال NIY سالب تنين هو حيساوي، معطيني إياه بالسؤال أصلاً إنه بيعطيني 0.150، بس أنا بدي أطرح منه تركيز ال NI موجب تنين، تمام؟ لأنه هو كان من ضمنه وراح، فهلأ بس هذا التركيز أقل بكتير، أقل بكتير من 0.0150، فما بيأثر، فبصفي تركيز ال NIY سالب تنين بيساوي 0.0150، هذا هو تركيز البرودكت اللي عندي، تمام؟ تقريبا هو هيك بس بيساوي. وحكينا انه ال هلا هذا الكومبلكس جاي مصدره من وين؟ من ال ان اي والواي سالب 4، والواي سالب 4 اللي هي بتكون جاي من السي تي، يعني احنا مش هون مكان هذا الكومبلكس عوضنا السي تي اللي هو مكان الواي سالب 4 اللي هي قيمتها السي تي. هلا بما انه هون الكومبلكس فقط مصدره ال ان اي والواي سالب 4، فانا بعتبر انه تركيز ال ان اي حيساوي تركيز اللي هو الواي سالب 4 وهو نفسه السي تي، فبالمحصل عندي انه تركيز ال ان اي موجب تنين ايضا بيساوي السي تي، تركيز السي تي، تمام؟ اللي هو السي تي هو عبارة عن ايش؟ عبارة عن مجموع تركيز الواي سالب 4 زائد الواي الاتش واي سالب 3 زائد ال H2 اللي هو شرحناه قبل سالب 2 زائد ال H3Y سالب 1 زائد ال H4Y، هدول هم كلهم عشان يعطوني الإيديتا، تمام؟ فهو هذا السي تي عبارة عن تركيز هدول كلهم، بمعنى آخر أنا بحكي إنه تركيز المثل بيساوي تركيز الإيديتا، هاي معناها هون، فبالتالي هو بيساوي مجموعهم كلهم، فبالتالي طبعا انا ما بعرف تركيز الايديتا ولا بعرف تركيز المثل، فلما نيجي نكتب الكي فورميشن واي برايم اللي هي حتكون عندي ساوى تركيز البرودكت ان اي واي سالب 2 على تركيز الان اي موجب تنين بالسي تي اللي هو القانون اللي اشتقناه قبل، هاي الكي واي فورميشن، وهاي ما بتساوي عندي هذا الرقم، هاي بتساوي هذا الرقم ضرب الفا 4، صح؟ بالضبط هذا هو، هاي هذا الرقم عبارة عن الكي فورميشن واي ضرب الفا 4، مش نفس الرقم اللي احنا طلناه من الجدول، هاي ملاحظة جدا مهمة. هاي الكي برايم هي عبارة عن هلين أكتبها هون قبل ما أكتب القانون الكبير، بحكي إنه بدي أكتب الكي ال ان اي واي سالب 2 برايم، هي عبارة عن الكي فورميشن لل ان اي واي اللي احنا سالب 2 طلناها من الجدول ضرب الفا 4، تمام؟ وأيضا احنا بدنا نكتب القانون لإلها واي برايم، او اللي خلينا نحطها انها هون هي لل ان اي واي سالب 2 هي حتساوي تركيز البرودكت اللي هو ال ان اي واي سالب 2 على تركيز ال ان اي موجب 2 اللي هو المثل بالسي تي اللي هو القانون اللي اشتقيناه قبل، تمام؟ بما انه حكينا قبل شوي انه ال ان اي موجب 2 بيساوي السي تي، فهي بقدر اعوضها انها ان اي واي سالب 2 على ان اي موجب 2 تربيع، هذا كله شو بيساوي عندي؟ بيساوي الكي ان اي سالب 2 برايم. هلا هاي بقدر اعوض مكانها الكي فورميشن، انا بظن اكتب ام واي للان اي واي سالب 2 ضرب الفا 4، هي عوضنا مكانها، وبتساوي بنفس الوقت هي ال ان واي سالب 2 على تركيز ال ان اي موجب 2 تربيع. طبعا انا بدي
تركيز ال بدي هلأ أحسب التركيز على بيئة مختلفة. مثلا ليش بدي البيئة؟ عشان أقدر أطول ألفا فور، فأنا بدي أحسبها على بيئة بتساوي 3. طلب مني بالسؤال إني أحسبها على بيئة بتساوي 3. لما نروح على الجدول ونطول ألفا فور للبيئة بتساوي 3، حتكون 2 5 1 10 قوة سالب 11. فباجي بعوض ال K formation طلناها من الجدول رقم 4، وحكينا قيمتها هي عبارة عن 4.2 × 10^18، بضربها بالألفا فور اللي هي 2.51 × 10^11، بتساوي تركيز ال N I Y minus 4 اللي أعطاني إياها بالسؤال اللي هي 0.0150، واللي بضل مجهول عندي هو هون ان موجب 2 تربيع. بطلع القيم بضرب، يعني بطلع في الناتج، في الاخير بطلع عندي الان اي لحالها هي راح تساوي تحت الجذر للجواب اللي هو بيكون ناتج حاصل ضرب هاد كله 4 3 × 10^10. ويساوي 1.2 × 10^5 مولاريتي. هذا تركيز ال ان اي. هلا اذا بدي اروح اطولها على بي اتش بتساوي 8، نفس الشيء لازم اروح اطول قيمة الفا فور اللي هي حتساوي عندي 5.39 × 10^3. بعدين بروح بحكي انا بدي اطبق على هذا القانون نفسه اللي وصلت له هون في الأخير، الكي فورميشن نفسها لأنه عندي نفس المثال، فحتكون 4. الكي فورميشن حتكون عبارة عن 4.2 × 10^ سوري ب10^18 ضرب ال A4 اللي هو 5.39 × 10^3 يساوي 0.0150 اللي هي تركيز ال ان اي واي سالب 2 على تركيز ال ان اي موجب 2 تربيع، ومنه تحت من طول تركيز ال ان اي بيساوي تحت الجذر يعني هذا كله تحت الجذر، وبعطيني بالاخير رقم بيساوي 8.1 × 10^10 مولاريتي. خليني ألخص شو حلينا في النهاية. معطيني هون مثال طالب مني أحسب الإكليبريوم كونسنتريشن لكاتيون اللي هو الـ Ni موجب 2 في سوليوشن بيحتوي على الكومبلكس Ni y سالب 2 وكونسنتريشن له لهذا الكومبلكس 0.015، تمام؟ طالب مني أحسب على بيئة 3 وبيئة 8. بداية الـ Ni موجب 2 رح تتفاعل مع الـ y سالب 4 وتعطيني كومبلكس شحنته سالب 2، جمعت شحنات الرياكتانت أعطاني شحنة الكومبلكس. بدي اجي احسب الـ K formations اللي هي الـ concentration للـ product اللي هو الـ Ni y سالب 2 على concentration reactant اللي هو الـ Ni موجب 2 بـ y سالب 4، وهي الـ constant formation بقدر اطول قيمته لهذا الكاتيون للـ Ni موجب 2 من جدول معطيني اياه بطول قيمته، تمام؟ بعدين بروح بحكي انه عندي الاكليبريم حيكون تركيز ال ان اي سالب 2 بيساوي التركيز اللي اعطاني اياه بالسؤال ناقص تركيز ال ان اي موجب 2. ال ان اي موجب 2 تركيزه جدا قليل، فبالتالي بصفي تركيز الكومبلكس هو 0.0150. وفي كمان عندي نقطة انه تركيز ال Ni موجب هو نفسه تركيز ال CT اللي يعني احنا بنقصد فيها ال EDITA، لانه ال EDITA هي عبارة او ال CT هي عبارة عن تركيز ال Y سالب 4 مع ال HY سالب 3 ال H2Y سالب 2 اللي هي لما تتفكك كلها عشان نوصل ل Y سالب 4 لما تخسر الأربعة هيدروجين، فبصفي انه هي نفس ال CT. وفي حكينا قانون عندنا اللي هو الكي برايم اللي هو الفورميشن كونستانت للكومبلكس بس برايم كومبلكس اوف ايديتا طبعا بيساوي تركيز البرودكت على الان اي موجب 2 بالسي تي. مكان هذا القانون الاصلي
مكان واي سالب 4 عوض نسيتي اشتقنا قبل قليل فرجيناكم كيف طلع. بعدين بروح بحكي انه هاي الكي برايم هي عبارة عن الفورميشن كونستانت للكمبلكس ضرب الفا 4، والكي برايم بتساوي الان اي سالب 4 على الان اي موجب 2 في سي تي اللي هو تركيز البرودكت على الميتال بالسي تي. هلا هون احنا حكينا قبل شوي انه السي تي هي نفسها تساوي تركيز الان اي موجب 2، فبقدر احطها تربيع. وبروح بعوض مكان الكي برايم اللي هو الكي فورميشن بالفا 4 بتساوي بنفس الوقت الان اي واي سالب 2 على الان اي موجب 2، تمام. بعدين عند البي اتش بتساوي 3، بطلع قيمة الالفا 4 وبعوض هون بطلع قيمة الان اي موجب 2 لانه لحالها المجهولة، ونفس الشيء عند البي اتش بتساوي 8. وهيك بكون حسبنا شو تركيز الكاتيون اللي مطلوب مني.